انتهت مراسم الأربعين، بدأت التظاهرات السلمية، أؤكد أنها سلمية وحتى النهاية زين. فقاعد أشوف تفاعل الخدم أصحاب المواكب الحسينية مع الأخوة المتظاهرين لإنجاح المظاهرات السلمية حتى تحقيق المطالب. أنا أتحدث لك، خاف التقيت ببعض الأخوة، لا، هناك مطالب، والمطالب التي أكدت عليها المرجعية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني. أرجع وأؤكد، أنا عنصر من الحشد الشعبي، إضافة إلى أنه طالب في الحوزة العلمية، وهذا العنوان جدا مهم. نزلنا بالزي العام كمواطنين بعيدا عن العناوين هذا وذاك، لكي نكون طبقة واحدة نعاني ما يعانون ونعمل ما يعملون حتى تحقيق المطالب. حقيقة احنا جئنا لهذا المكان لتضامن مع المتظاهرين، والحمد لله والشكر خلصنا مواكب الحسينية وجينا لهذا المكان تضامنا مع المتظاهرين، وفتحنا هذا الموكب بيوم اللي اول يوم اللي طلعوا به المتظاهرين. احنا فتحنا هذا الموكب خدمة وتضامنا مع اخواننا، واحنا ان شاء الله مع المتظاهرين ومطالبهم وكل شيء. ما نريد احنا ايش رايدين؟ احنا رايدين انه الخدمات تتقدم بشكلها الطبيعي اللي حالنا حال الدول الباقيه. احنا دوله ديمقراطيه، دوله ما طالبنا غير بس بحقنا، نريد مي ونريد كهرباء ونريد خدمات ونريد، ما رايدين احنا رايد نصير وزراء ولا نصير حكام، كل ما هنالك نريد خدمه حالنا حال الدول الباقيه. المواكب الموجوده في الحله وفي باقي المحافظات هي من تكون المواكب؟ هو هذا الشعب هو المواكب. بالأمس كانوا هذه الشباب يخدمون في المواكب الحسينية، واليوم يخدمون ناسهم وشارعهم ويخدمون عراقهم، ويريدون عراقا خاليا من الأحزاب، ويريدون عراقا ليعيشوا فيه بأمان واطمئنان وسلام، وليستفادوا من خيراته إن شاء الله، لأن هذه الخيرات العراقية حقيقة ذهبت إلى أناس ليس أهلها وليس هم أهل الحق فيها، ولكن هذا الشباب، هذه الشباب الجميلة الروعة تشوفها اليوم تعبر عن نفسها. والحقيقة هذه الثورة ثورة شبابية.